الرياضة وبعضها صح الرياضة اليوم لتفادي آلام الركبة. المستشار في الصحة واللياقة البدنية جون بيير فغالي اليوم حاضر، بعد ما البارح صلحنا كتافنا اليوم نتلهاو بركبتنا. مظبوط، يعطيك الصحة. الله يعافيك. كالعادة جون بيير ولا مرة يجي بدون كل الأجهزة اللي موجودة، كل يجيبها شوي آخر بجي. تبقى مين بدنا نستعملهم كلهم لنستفيد من صحيح. كل شيء معنا اياه، اقل تفصيل اقل تفصيل. اقل صح. تفصيل. طيب يا جون بيير يلا ما نعطلك، خليك تبدا مع التمارين. شكرا. يلا. فاز مشاهدينا مثل ما قلنا اليوم عن وجع الركبه، في كثير ايام توجعنا ركبتنا ما بنعرف من شو، رح نشوف هلا كيف نقدر نعمل ستريتشنج ونصف العضلات بشكل صحيح لحتى ركبتنا تضلها صحيه ونضلنا نقدر نمشي ونتمرن بشكل صحي. رح اول شيء اقعد على البنش، شو راح اعمل؟ راح مد ركبتي بهذا الشكل اجري، وراح جرب حرر الصابونه بهذه الطريقه شمال يمين مثل ما شايفين. لازم تكون اجري كتير رخو، يعني ماني شادد ولا عضل فيها، لاقي من كل الميلات، لا اقدر اشتغل بالصابونه، حركها شمال يمين اكيد طلوع ونزول. هلا هون ما لازم يكون في عندنا وجع ابدا، اذا حسينا بوجع ضروري نرجع لنستشير طبيب بهذه الطريقه. واكيد نحن بنعمل اول اجر وطبعا رح نعمل ثاني اجر، لانه نحن هيدول التمارين عم يخلونا نتفادى الاوجاع والاصابات. بنروح فيها شمال ويمين طلوع ونزول، من بعد ما نتاكد انه الركبه كثير منيحه، اهم شغله نعملها هي الاسترتشنج للركبه. رح بلش باول استرتشنج اللي هي انا راكع ورح ارجع لورا مثل ما انا بكون عم بعمل استرتشنج للكوادريسبس ولعضلات الفخذ من قدام بهيدي الطريقه. هون اكيد اذا انتم عم تعملون معي بتحسوا انه هون عم يشعوكم، هذا الشيء طبيعي. هلا في حال حسيت حالي كثير عم عاني من هيدا التمرين ما عم بقدر اعمله، راح نام على الارض، راح علي اجري وجرب اكمشها وجيبها لعندي بهيدي الطريقه. راح قد للعشره وهون بكون اوجاعي كثير، وهيدا وجع الاسترتشنج منه وجع عضلات او وجع تمزقات. راح روح على ثاني ميل بهيدي الطريقة، رح عد للعشرة وأكيد بكون عم تنفس مش حابس نفس بهيدي الطريقة. هلا بس خلص هذا التمرين شو رح أعمل؟ جبت معي الطابة المنفسي أو حيلا منشفة بالبيت، رح حطها تحت ركبتي من هون وجرب اكمش ركبتي واكبسها، وهون بكون عم وسع العظام عن بعض، عم بعمل ستريتشنج أكثر لعضلات الركبة يلي هن من هون ومن ورا بهيدي الطريقة. كمان رح روح لتاني ميل، تأكد انه عم حطها مزبوط تحت ركبتي مزبوط، وبشد بهيدي الطريقة لحتى وسع هون المفصل بهيدا الشكل. بذكر مشاهدينا انه حيلا عضل يكون شادد بخليلنا ركبتنا تنوجع وتزيح من محلها. الستريتشنج الثاني اللي رح اعمله، رح اعمله بهيدا الشكل، رح اعمل عضلات فخذي من ورا. كيف رح اعمله؟ رح طال اصابيعي من قدام وشد راس اصابيعي لعندي، وهون بكون عم حس بهيدي المنطقه كلها عم بتشد، وهيدا شيء طبيعي. كمان رح اعمل تاني اجر انا وقاعد قبل ما نعملها على الواقف بهيدي الطريقه. هلا كيف بدي احرك اجري لحتى تكون بشكل صحي؟ جبت هيدي السلايدر او حيلا منشفه بالبيت، بنام على ظهري وبجيب ركبتي لعندي بهيدي الطريقه وبجرب شدها ورجع على الاخر. بس رجع على الاخر عم تشوفوا عم ببرمها لحتى جرب دقه بالارض. هون بكون هون عم يعمل ستريتش. كمان برجع عن جديد بمدها على الاخر، بجيبها لعندي بهديها وببرم ركبتي لقدام بهيدا الشكل، بعد للعشره وبرجع بروح فيها كمان لقدام بعد مره بهذا الشكل مثل ما شايفين، قبل ما اقوم اعملها على القاعد. خلصت هذا التمرين راح اقوم مثل ما انا اجيب ركابي اثنيناتهم لهون واكبس من هيدي الميل لحتى جرب ركبتي تضرب بالارض. هون بكون عم يعمل ستريتش لهيدي الميل. هلا في كثير احيان بتكون ركبتي من هون عم تجعني، شو الحل تبعها؟ الحل تبعها يكون هيدا العضل او هيدا الاي تي باند يلي هو موصول من هون يكون قاسي. شو عم رح علي اجري؟ اعتبر هاي الركبه الموجوعه، رح ابرم اجري لهيدي الميل بهيدي الطريقه وهي ممدوده. هون بكون عم بعمل ستريتش لهيدي المنطقه وبرجع بطلع على مهلي
وبنزلها. كمان رح ارجع ايدها مثل ما شايفين، رح ايدي على تحت ركبتي، بنزل شوي شوي بوصل للارض. بس اوصل للارض بكون هون كله عم يعمل ستريتش او اطاله وبرجع. خلصنا هيدا التمرين. فوم رولر كثير مهمه لعمليه وجع الركبه، لانه هي اللي بتدلك العضلات وبتخليهم يصير التدفق الدم عليهم اقوى ويصحوا اسرع بهيدي الطريقه. كثير اوقات نحن وعم نتمرن بنحس بوجع الركبه هون، لانه بكون العضلات ما عم يصطفوا. كمان كثير اوقات بيكون بعد التمرين بيوجعنا ركبتنا لانه بيكون العضلات شادين، عشان هيك نحن ضروري نرخيهم بالفوم رولر بهيدي الطريقه. بنعمل لهم تدليك بهذا الشكل. كمان رح نروح على ميلة الجنب بهيدي الطريقة. قبل ما انقل لبلش قوي عضلات ركبتي، كيف بدي بلش قوي عضلات ركبتي؟ جبت الحبل المطاطي رح حطه بهذا الشكل تحت اجري هون، تأكد انه رأسي ليه مزبوط، واتفش وارجع، اطفش وارجع. هلا هون نحن عم نعملها بالحبل المطاطي، رح نصعبها بعد شوي. شو رح نعمل؟ رح نروح على الحيط. جهزت انا كرسي وطابه. شو رح اعمل؟ رح احط اجري بنص الطابه واتاكد انه ما تصحت، ثبت حالي مزبوط واطفش لحتى تكون جالسه اجري وارجع. كمان عن جديد بطفش على مهله لتكون جالسة إجري، وإذا ملاحظين إجري عم بتهز، هيدا عامل توازن اللي أنا بدي إياه ليقوى عضلات ركبتي. بهيدي الطريقة رح عيدها بعد مرة. قبل ما أنتقل على البوزو بول وهون ببلش عامل التوازن يشتغل، رح أحط إجري على نص الطابة. بذكر إنه نحن عملنا الإجرتين، إذا عملت مرة هيدي الإجر لازم أعمل مرة هيدي الإجر. رح أطلع على البوزو بول جرب آخذ توازن، وهون ركبتي بتكون عم تشتغل بشكل كتير منيح لحتى تستفيد. بهيدي الطريقة رح أعملها تقريبا شي 5 مرات هيدي الميل، ارجع انقل لا تاني ميل ولا تاني اجر، رح احط على النص مزبوط على النص، اطلع هدي بالتاني وجرب اخد توازن، برجع بنزل ما تطول فوق. كمان بعد مرة وبرجع بطلع، هيدي اخر مرة بطلع انا على البوزو بول بالاجرتين، بجرب اخذ وضعيه السكوات. وهون اذا بتلاحظوا اجري منو ثابتين على البوزو بول عم بهزوا، وهذا هو اللي بدي اياه كرمال ركبي يقوى وعضلات اجري يقوى بهذا الشكل. بس خلص هيدا رح روح على الاسترتشينج، وكمان بعد مره على الحيط. كيف رح اعمل ستريتش؟ رح احط ستريتش لبطة اجري، رح احط اجري ورا على الارض، اجري من قدام على الارض وجرب اتفش لقدام بهذا الشكل. اذا بتلاحظوا بطه اجري بلشت تشد وانا بكون عم حس فيها. بهذه الطريقه رح بدل كمان بعد للعشره قبل ما انزل على الارض واعمل الاسترتشنج لعضلات فخذي من ورا، هالمره بالحبل المطاطي او حيلا ما انشف عندي اياها بالبيت، حيلا شيء قاسي. بهيدي الطريقة وبشد بخلي ركبتي جالسة، هون بكون عم بعمل ستريتشنج لهون. في حال حسيت حالي مزعوج، هيدي الإجر الثانية للأرض بعليها، بصير بهيدي الطريقة. بخلص هيدا التمرين بقوم آخر ستريتش رح أعمله، يلي هو لعضلات فخذي من جوا. بهيدي الطريقة تكون عضلات فخذة، عملوا ستريتش وهيك تكون جاهز وبركابي تمام.